طيب انت عندك رساله هتوجهها لمين وتقول فيها ايه وانت بص على الكاميرا؟ رساله تخص ايه؟ كره القدم ولا تخص ايه؟ رساله لاي حد عزيز عليك، بيتك، اصدقائك، كل حاجه، اولادك، اللي انت عايزه. يا الناس اعز حاجه عندي وانت بص. ما فيش اعز من ولادي، اعز من والدتي. بقول لهم انا بحبكم. لا، ولادي دول احسن حاجه في الدنيا، وبتمنى لهم كل خير ان شاء الله وسعاده، وربنا يبارك في عمر والدتي. امين يا رب. الحاجه بقى اللي بتمناها، ان بتمنى فعلا من كل قلبي ان دايما النادي الاهلي في احسن مكانها ليه، ده اللي بتمناها. بتمنى كل خير لمصر، وبتمنى حضرتك كل سعاده وتوفيق في برنامج جديد، وبتمنى نفس الستر مش اكتر من كده. ربنا يسترها معاك ومعانا يا رب. هل عندك اقوال اخرى؟ عندي قول واحد، اللي هو سعيد جدا 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 بحلقات مع حضرتك، مستمتع بها جدا. انا قاعد طبعا في بيتي اكيد، وقاعد مع اخ كبير ليا وشخصيه عزيزه جدا عليا، ومن اكتر الناس قضيت معاهم فتره في الملاعب، وسعيد بيها وفخور بيها، ومستمتع بالحديث مع حضرتك جدا، وما حسيتش بالوقت، والكلام مع حضرتك جميل جدا، وانا حاسس مش بصور. بشكر حضرتك جدا، بشكر قصه البرنامج بتاع مع المجري، شغل ممتاز، ربنا يوفقكم دايما الاحسن. ومره ثانيه بشكرك جدا يا كابتن مصطفى.